السائل يقول: شاب يعمل ويعطي حصيلة عمله لوالده، حيث إن والده يقوم بشتمه وسبه دائما ويتهمه بالتقصير بأنه يخبي بعض الشيء من راتبه ويعطيه لزوجته، فهل الراتب يعطى للأب الكامل؟ وجهونا حول هذا. الراتب ملك لمستحقه، ففي هذا المثال يكون الراتب ملكا للابن، ليس لأحد عليه سلطان إلا الأب، فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يضره. لكني أنصح الأب وأقول: إذا لم يكن بك حاجة فدع ابنك وماله يتوسع به على نفسه وعلى أهله، لأن ذلك من صلة الرحم. أما كونك تضيق عليه وتقول: لا بد أن تعطيني راتبك، ثم تتصرف فيه أنت كما شئت، فهذا يوجب قطيعة الرحم ويوجب أن يبغضك الابن وأن لا يقوم ببرك. فهنا نخاطب الابن ونخاطب الأب، أما الابن فنخبره بأنه هو وماله لأبيه، وأن لأبيه أن يأخذ من ماله ما شاء ما لم يضره. وأما الأب فإننا ننصحه أن لا يتعرض لمال ابنه إلا إذا كان محتاجا، فإن على الابن أن يزيل حاجة أبيه سواء أخذ بنفسه أم أعطاه الابن. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: رجل عنده أولاد كبار موظفين وهو كبير في السن ويسكن في البر، هل يصح لأحد الأبناء أن يأخذ والدته عن أبيه ويتركه وحيدا؟ لا والله لا يحل، لا يحل له أن يفرق بين الرجل وزوجه، فإن فعل فهو عاق لأمه ولأبيه، والواجب أن يدع الأمور على ما هي عليه. ما دامت الأم راضية بما هي عليه من كونها مع زوجها في البر فليتركها، وليزرهما حينا بعد آخر وينظر ماذا عليهما من القاصر فيتم، لأن الواجب على الرجل أو الأنثى أن يقوم ببر والديه سواء كان عنده أم في بلد آخر أم في البر. نعم. يقول المستمع: أنا غير عاق لوالدي ولله الحمد، وهذا من فضله علي، ولم يجد مني إلا كل خير، ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما، وهما راضيان عني تمام الرضا، فهل علي شيء في هذا؟ الجواب على هذا أن نقول: مقام الإنسان بل معاملة الإنسان لوالديه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العقوق والعياذ بالله، بأن يقطعهما حقهما ولا يفي لهما بما أوجب الله لهما، فهذا عليه إثم العاق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. المرتبة الثانية البر بهما ببذل المعروف المالي والبدني والجاه والانطلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط إليهما وما أشبه ذلك من أنواع البر، فهذا في الدرجة العليا وله أجر البار. المرتبة الثالثة بين بين، لا يكون بارا ولا يكون عاقا، فهذا لا يقال إنه بار فلا يناله إثم البر، ولا يقال إنه قاطع، نعم لا يقال إنه بار فلا يناله ثواب البر، ولا يقال إنه قاطع فلا يناله إثم القطيعة، لكنها حالة رديئة. ومثل هذا السائل نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب، لكن نحثه على أن يكون بره أعلى وأكمل مما ذكر عنه. ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه أنهما سامحاه في هذا البر الذي يعتبر برا ناقصا، ونسأل الله تعالى أن يعينه على تمام البر. اللهم آمين. وأن يجزي والديه عنه خيرا. آمين. حيث قبل منه ما تيسر. اللهم. ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن يأخذ منه ما فيه وأن يعفو عما تعثر، امتثالا لقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأمر الله تعالى الإنسان أن يأخذ بما عفى من أخلاق الناس ومعاملته، وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من الخير والإحسان، وأن يعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه. والإنسان إذا سلك هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفى وتغاضى عما صعب نال رضا الجميع واستراح قلبه وانشرح صدره. وجرب تجدنا. بارك الله فيكم. إذا لم يوافق والدي على زواجي لأسباب غير مقنعة كضيق العيش ومصاريف البيت المستقبل وكثرة الأولاد، فهل يجوز مخالفته في هذه الحالة؟ نعم تجوز المخالفة إذا كان الإنسان محتاجا إلى الزواج، لأن الزواج من ضروريات الحياة التي يحصن الإنسان بها فرجه ويغض بها بصره. فإذا منعه والده
أن يتزوج، وقال لا تتزوج لأن هذا يوجب كثرة النفق عليه وانشغالك بأهله وأولاده، فلا يطع. ولا يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج، وليتق الله رب، وليتذكر نفسه حينما كان شابا لو أراد أحد أن يمنعه من الزواج ماذا يكون، إنه لن يرضى بذلك أبدا. نعم.